السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى الامين وعلى اله واصحابه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتعالى بكره واصيلا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اخوه الكرام لقد مضى شهر رمضان المعظم بايامه الحافله بالصيام ولياليه العامره بالقيام وها هي ذي شمس عيد الفطر تشرق علينا من جديد محمله بالامل والنور والهناء والحبور والسرور فهنيئا لمن قبل الله صيامه وقيامه هذا والمستفاد من رمضان عظيم بعظم الله جليل بجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا ذيله طويل وذو اللب يكفيه القليل. هلموا عباد الله إلى حراسة الطاعة، وصيانة العبادة، وحراسة الطاعات. وصيانة العبادات هي أهم المهمات، ولا يفقه ذلك إلا من آتاه الله الحكمة، هلموا إلى صيانة طاعتكم، وذلك بعدم الإدلال بها، أو الغرور والعجب في أدائها، ثم بالاستمرار في الطاعة، والمداومة على العبادة يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله يقول أبو بكر تراوي الحديث فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفله ولذا فشعار المؤمن بعد كل طاعه واداء كل عباده مشاهده المنه ومطالعه عيب النفس ثم يردد قول الله والله خلقكم وما تعملون ثم يكون بالاستمرار في الاداء والمداومه على الطاعه وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقاله صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته، أي داوم عليه وواظب، وكان يقول: اكلفوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل وفي لفظ فان الله لا يزام حتى تملُّ قالت عائشه رضي الله عنها لعبد الله بن ابي قيس يا عبد الله لا تك مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه وهذا ما امر به المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحبه المفضال سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي حين اتاه قائلا يا رسول الله اوصني قل لي في الاسلام قولا اعتصم به لا اسال عنه احدا بعدك قال قل امنت بالله ثم استقم ثم استقم لزوم الاستقامة بعد الطاعة حراسة وصيانة العبادة وهذا عين ما أمر به الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في آيتي الشورى وهود أما في هود فقال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ونبينا العظيم سيد سيد المستقيمين وسيد المرسلين لكن الله يأمره بالمداومه داوم يا رسول الله واستمر على ما اكرمك الله به واجاد وافاد فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا فالتدين بين لاين ولا تطغوا ولا تركنوا وبعد نزول الايات الكريمات تلاحظ للصحابه الاكابر ان شيبا على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم صديق الامه الاعظم قائلا يا رسول الله نراك قد شبت يا رسول الله على الشيب راسك الشريفه يا رسول الله قال يا ابا بكر شيبتني هود واذا وقعت الواقعه والمرسلات عرفا وعما يتساءلون واذا الشمس كورت يا ابا بكر شيبتني هود واخواتها قال القشيري رضي الله عنه تراءى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد الصالحين فاستجوبه قائلا قلت شيبتني هود فما الذي شيبك في هود يا رسول الله قال قول الله تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك هذه الاستقامه تعطي العبد نفحه جوديه ومنحه ربانيه وهي حسن الخاتمه لو تقدمت لاي لبيب زكي طاهر قلت له ماذا تريد من الله في دنياك لقال لك العافيه وحسن الختام حسن الختام يا عباد الله لا يأتي إلا بحراسة الطاعة وصيانة العبادة لا يزال المؤمن يجاهد نفسه بالطاعات حتى يختم الله له بحسن الخاتمة قال أكابرنا لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ألم يقل ربنا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبد خيرا عسله قيل ما عسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده السلام على من لا نبي بعده الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ثم بالمداومه على الاعمال يتحف الله عبده بامنيه الامنيات وغايه الغايات وهي ثبوت محبه رب الارض والسماوات قال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وفي الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وان سالني اعطيته وان استعاذني اعذته فيسير العبد الطائع في الدنيا من جمله الذين اذا رفعوا حواجبهم قضيت حوائجهم اللهم اجعل عيدنا عيد سرور وفرح يا رب العالمين على الكون كله يا اكرم الاكرمين من الذره الى المجره ومن العرش الى الفرش وعلى الانسانيه جمعاء وعلى أهل مصر الطيبين، وقادتها المباركين، وعلمائها الميامين، وعلى حضرة زعيم أمتنا، وقائد نهضتنا، ودعاؤنا من خالص قلوبنا، أن يوفقه الله بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يكون له نصيرا في حلِّه وترحالِه، في نومِه ويقظتِه، في سفرِه وحضرِه، اسال الله تعالى لنا ولكم الستر والعافيه وصلى الله وسلم وبارك على حضره صاحب الحضره سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه والحمد لله رب العالمين